عقد حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله وارعاه جلسة مباحثات مع أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك بقصر السلام في جدة، حيث تم استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، كما تم بحث مستجدات الأحداث في المنطقة. حضر المباحثات معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبد الله المبارك الصباح، وكبار المسؤولين من الوفد الرسمي المرافق لسموه. كما حضر المباحثات من الجانب السعودي صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبد الله بن عبد العزيز وزير الحرس الوطني، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وكبار المسؤولين في حكومة المملكة العربية السعودية الشقيقة. التقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه أخاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، حيث أقام على شرف سموه رعاه الله والوفد الرسمي المرافق مأدبة إفطار بقصر السلام في مدينة جدة، وذلك بمناسبة زيارة سموه الأخوية للمملكة العربية السعودية الشقيقة. Thank you.
وقد وصل بحفظ الله ورعاية حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه والوفد الرسمي المرافق لسموه عصر اليوم إلى مدينة جدة في المملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك في زيارة أخوية. وقد كان في استقبال سموه رعاه الله على أرض المطار صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن فيصل بن عبد العزيز آل سعود، مستشار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة أمير منطقة مكة المكرمة، رافقت سموه السلامة في الحل والترحال. هذا وكان بحفظ الله ورعايته قد غادر حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه والوفد الرسمي المرافق لسموه أرض الوطن عصر اليوم، متوجها إلى مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك في زيارة أخوية. وقد كان في وداع سموه رعاه الله على أرض المطار سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ومعالي رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم ومعالي الشيخ جابر العبدالله الجابر الصباح ومعالي الشيخ فيصل لسعود لمحمد الصباح ومعالي نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وسمو الشيخ ناصر لمحمد الأحمد الصباح وسمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ومعالي وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد الحمد الصباح ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح الصباح. ويرافق سموه حفظه الله وفد رسمي يضم كلا من معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله المبارك الصباح ومدير مكتب حضرة صاحب السمو أمير البلاد أحمد فهد الفهد ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية السفير الشيخ الدكتور أحمد ناصر لمحمد الصباح. رافقت سموه السلامة في الحل والترحال.